دعوة إلى المحاورة. يقول الكتاب المقدس: هلما نتحاجج، يقول الرب، إن كانت خطاياكم كالقرمز تبيض كالثلج. هذه دعوة إلهية للإنسان الخاطئ، دعوة إلى المحاورة، دعوة إلى الاستنارة، دعوة إلى الطهارة. وهون إشعياء النبي يشدد على البرهان، يشدد على الحجة، ويشدد على الجانب العقلي من الحس الأخلاقي أيضا. هلما نصنع حدا للجدل، إن كانت خطاياكم كالقرمز تبيض أكثر من التلج. جواب واحد لعصيان الإنسان هو غفران الله المجاني. النبي إشعياء عم بيوصف حالة الشعب في الإصحاح الأول من سفر إشعياء، بيوصف حالتهم إنه تركوا الرب وخلطوا العبادة، وبعدين بيتكلم عن مجموعة من الناس اللي أيديهم ملآنة بالدم، وأيضاً يتكلم عن مجموعة تانية اللي بحاولوا يظهروا مظاهر التدين الخارجي، وكأنه الله يرشى وكأنه الله لا يرى كل الأمور. فيقول إشعياء: بدم عجول وخرفان وتيوس لا أسر. ثم يقول أيضاً: البخور مكرهة لي، وإن كثرتم الصلاة لا أسمع. بعدين بيحكي مع شعب إسرائيل، يقول: تعلموا الخير، تعلموا فعل الخير، اطلبوا الحق، أنصفوا المظلوم، اقضوا لليتيم، حاموا عن الأرملة. وعلى طول يقول: إن كانت خطاياكم كالقرمز تبيض أكثر من التلج. وطبعاً القرمز هو اللون شديد الحمرة، نوع من الصبغة، إذا وقعت بقعة على مثلاً قطعة ملابس لا تزول. وحتى الشيء المستعصى والشيء الصعب يقول الرب إنه أزيله. فعم بيتحاور مع الشعب. بتذكرني في الآية اللي في برضو بسفر إشعياء: ذكرني فنتحاكم معا، حدث لكي تتبرر. فإذا مهما عظمت الخطية ومهما كثرت، إن كانت خطاياكم كالقرمز شديدة الحمار، وإنه صعب بقع صعب إزالتها، دم الرب يزيل كل خطية. فإذا هاي هي دعوة الرب. القرمز مثل ما ذكرت هو لون صبغة ثابتة صعب إنه تزيله، لكن الله مش بس بزيله، بيجعل اللون مثل بياض ناصع كبياض التلج. وأنا أحبائي بتذكرني لما أخطأ داود النبي وصلى في مزمور 51، قال: طهرني بالزوفة فأطهر، اغسلني فأبيض أكثر من التلج. يقول الكتاب: إن اعترفنا بخطايانا فهو أمين وعادل حتى يغفر لنا خطايانا ويطهرنا من كل إثم. ودم يسوع المسيح يطهرنا من كل إثم، الذي فيه لنا الفداء بدمه غفران الخطايا، لأنه مكتوب: بدون سفك دم لا تحصل مغفرة للخطايا. فإذا مثل ما الرب وصف شعب إسرائيل إنه أيديهم ملآنة دم، هذا الدم يزول بدم المسيح، يعني بيخلص بيغفر. ومهما كان الإنسان عايش حياة القذارة وحياة الوساخة، حتى مثل ما وصف إشعياء: من الرأس كل الرأس سقيم وكل الجسد مريض، من هامة الرأس إلى أخمص القدمين كله مريض. فإذا مهما كان الخطية، الرب قادر يغفر كل خطية. الذي أحبنا وقد غسلنا من خطايانا بدمه، دم يسوع المسيح يطهر. أنا عارف إنه كتير ناس بيشاهدونا بيستصعبوا هذه الفكرة، حتى الناس اللي كانت تقدم الأضحية والذبيحة إذا الدافع من جوا غير صحيح. فالمسيح جاء وقدم نفسه مرة واحدة فوجد
فداء أبدي. والمسيح عندما صنع الخلاص صنع خلاص كامل، كفارة كاملة، موت بديلة، حتى أنت وأنا نتطهر من كل خطية. شو المستحيل في حياتك؟ ذكرني فنتحاكم، هلما نتحاجج، دعوة للمحاورة. حتى لو كانت خطاياك من أشد القذارة والوساخة، تبيض أكثر من الثلج، وهذا تم عن طريق عمل يسوع المسيح. كل ما عليك في هاي اللحظة تقول: ارحمني يا رب، أنا الإنسان الخاطئ، اغسلني بدمك الطاهر الكريم، وأشكرك لأنك مت على الصليب من أجل خطاياي، وأشكرك لأنك قمت من الأموات لأجل تبريري. تعال أملك على حياتي وغيرني وجددني حتى أكون خليقة جديدة. على فكرة بحب أسمع منك، وكمان شارك هذا الفيديو مع الآخرين حتى أكبر عدد ممكن يحصل على البركة. بنتظر جوابك أو سؤالك، وبصلي من كل قلبي إن اليوم تنال غفران الخطايا من خلال دم يسوع المسيح.